الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإيطالي يتفقان على دعم جهود التوصل لتسوية سياسية للأزمة الليبية. قمة رباعية اليوم لزعماء فرنسا وألمانيا وروسيا وتركيا حول الأزمة السورية. واشنطن تؤكد أن العقوبات على إيران التي ستدخل حيز التنفيذ بعد أسبوع ستكون الأكثر صرامة. السادسة صباحا الرابعة بتوقيت جرينتش، موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. اتفق رئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيني كونتي على دعم جهود التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية على نحو يلبي طموحات الشعب الليبي في استعادة الأمن والاستقرار. جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الجانبين بحث خلاله العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا وسبل تعزيز وتطوير تلك العلاقات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول الوضع في منطقة الشرق الأوسط ومستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل. يعقد اليوم زعماء روسيا وفرنسا وألمانيا وتركيا قمة رباعية بإسطنبول حول سوريا، ومن المقرر أن تبحث القمة دعم وقف إطلاق النار في إدلب وإعادة إعمار البلاد واللجنة الدستورية والمساعي المشتركة الرامية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية. قتل قيادي حوثي في هجوم شنته قوات الجيش اليمني في محافظة تعز. وقال مصدر عسكري بالجيش اليمني إن القيادي الحوثي أصيب بجواره قيادي آخر يدعى أبو صدام بجروح بالغة إثر قصف مدفعي استهدف تجمعا حوثيا غربيا محافظة تعز. وفي سياق آخر، شنت مقاتلات التحالف العربي غارات استهدفت تعزيزات لميليشيا الحوثي بمديرية الملاجم شرقية محافظة البيضاء. قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن العقوبات الأمريكية على إيران والتي ستدخل حيز التنفيذ بعد نحو أسبوع ستكون الأكثر صرامة في التاريخ ضد طهران. وأكد بومبيو في حديث صحفي أن بلاده حضت شركائها الأوروبيين لمساعدتها في مواجهة السلوك الإيراني. وفيما يتعلق بالاتفاق النووي مع طهران، قال بومبيو إنه كان اتفاقا سيئا للولايات المتحدة، مؤكدا أن الرئيس ترامب اتخذ قرارا صائبا بالانسحاب منه. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الطرود المفخخة التي أرسلت إلى عدد من معارضيه بأنها عمل إرهابي يستحق أقصى عقوبة ينص عليها القانون. واتهم ترامب خلال مشاركته في تجمع انتخابي بولاية كارولينا الشمالية وسائل الإعلام باستخدام الأعمال الشريرة على حد وصفه لشخص واحد لإحراز نقاط سياسية ضده وضد الحزب الجمهوري. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. إلى اللقاء.